تحرص وتركز السلطنة على خطط التحول الرقمي للقطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي، وتمتلك السلطنة مستمعينا الكثير من المنصات الرقمية اللي تخدم قطاعات مختلفة في السلطنة، وهي نماذج مختلفة لأفضل الممارسات العالمية والمعايير اللي من شأنها أن تطور بيئة الأعمال وأيضا تخدم المستهلكين، كما أنه السلطنة تحقق مستويات مرتفعة لرقمنة القطاع الخدمي في قطاعات متنوعة ومختلفة. التحول الرقمي في المعاملات المالية في السلطنة، هذا هو عنوان هذه المساحة، مع ضيفي عبر الاتصال الفاضل سعود بن أحمد السيابي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة عمان للاستثمارات والتمويل. صباح الخير أستاذ سعود. صباح النور والسرور، اهلا وسهلا جمانة، شكرا على الاستضافة وارحب بالمستمعين الكرام. اهلا وسهلا فيك عبر اثير الشبيبة FM. ونتحدث في البداية عن التحول الرقمي اللي شهدته المعاملات المالية في السلطنة. ان شاء الله، هو ما شاء الله في البداية اسم البرنامج مميز ترى، لانه فعلا مرتبط كذا بكلمة تراثية جميلة من قاموسنا العماني، وحتى تحصل الضيف ينهض من الغبشة يعني على أساس أنه يكون معاكم يعني، فكل التوفيق لكم إن شاء الله، كل التوفيق. طبعا موضوع التحول الرقمي، يمكن أن في البداية بعرج على تعريف التحول الرقمي نفسه في أبسط مفاهيمه، اللي هو طبعا توظيف التقنية أو التكنولوجيا في تقديم الخدمات بما يعود بالفائدة على الأطراف ذات العلاقة اللي مرتبطة في هذه الخدمة، وما يوفر الوقت والجهد والمال. لما نقيس هذا المفهوم جمانة في السنوات الأخيرة على المعاملات المالية اللي موجودة معنا في السلطنة، نجد طبعا أنه في تقدم ملحوظ حتى وإن كان غير محسوس بالنسبة لنا، لأن ما شاء الله التقدم يكاد يكون بشكل شهري. يعني الآن كم شخص منا يذهب للبنك أو المؤسسات المالية على أساس أن ينجز الأعمال الروتينية؟ تقريبا ولا حد. لما أقصد بالأعمال الروتينية طبعا اللي هي متكررة بشكل يومي، تكلم عن قضية السحب، الدفع، التحويل النقدي، يعني حتى هذه الخدمات نفسها يتم تطويرها بشكل مستمر من قبل البنوك والمؤسسات المالية. يعني حتى لو تلاحظي موضوع على سبيل المثال الدفع في المحلات، يعني إلى فترة قريبة كنا نضطر ندخل الرقم السري، الآن ما في رقم سري، الآن فقط بالسواب تسمى، يعني فقط قضية أنك تقرب البطاقة من الماكينة. أيضا قضية التحويل البنكي المباشر أصبح لما تخزني أو لما ترسلي رقم البطاقة تصل في نفس اللحظة. وعندك أيضا بعض البنوك استثمرت بشكل أفضل في قضايا حتى السحب النقد بدون حتى البطاقة ما تكون موجودة معك. فالحقيقة هذه الخدمات جالسة تتطور بشكل مستمر. يمكن تبقت بعض الخدمات اللي هي مرتبطة بمعاملات مالية أنا أقدر أسميها غير روتينية، غير متكررة، وهذه تتطلب في بعض الأحيان فعلا الحضور والتوثيق وخلافه. الآن يعني من ضمن لما نتكلم حتى عن تجربة السلطنة، يعني الآن حقيقة في آخر 5 سنوات لما نتكلم بالأرقام، في دراسة أنا اطلعت عليها مؤخرا، يعني مثلا 2015 كانت الشركات مثلا اللي تتعامل رقميا في حدود 49 شركة، الآن نتحدث إلى نهاية السنة الماضية عن حوالي 550 شركة تتعامل وتقدم خدماتها رقميا. هذا كله طبعا يدل على الجهود المبذولة لموضوع التحول الرقمي. وطبعا ما يخفى على حد أنه في حتى جهات مثلا هي في السلطنة موجودة حقيقة تقود عملية التحول الرقمي، وخاصة في مجال المدفوعات، يعني لما تكلم على جهات شرطة عمان السلطانية مثلا، وانتوا اليوم ذكرتوا رقم في البرنامج لما كنتوا تتكلموا عن موضوع السيارات، حوالي أكثر من 1,000,000 سيارة. فأنت تخيلي لو كنا بعدنا على نفس النظام القديم، يعني ما في أي تعامل، كان التعامل كله يدوي يعني، والما لكل المعاملات اللي مرتبطة بهذه السيارات طبعا كانت العملية بتكون مجهدة لكل الأطراف. يعني الحين احنا حاليا نتكلم عن كثير من العمليات اللي تم الاستثمار في التحول الرقمي بشأنها، والحمد لله السلطنة ماضية طبعا في جهودها إنها تقدم أكثر وأكثر، خاصة أن آخر أرقام جمانة تدل أن مشتركين الهواتف النقال يعني أكثر من 6,000,000 في السلطنة، واللي مشتركين النشطين في الإنترنت اللي مرتبط بهذه الهواتف أصلا أكثر من 5 ملايين مشترك.
هذه كلها أرقام تعزز فكرة أنه يعني ما أصبح خيار موضوع التحول الرقمي، لا هو أصبح لزام على كل المؤسسات أنها تتنافس لكل ما من شأنه تحقيق موضوع التحول الرقمي. نعم، وهذا أيضا يعني هذه العملية راح تكون عملية يعني سريعة، توفر عليك الوقت والجهد، هذا غيرها ممكن أيضا توفر علينا موارد مادية كثيرة. طيب نتحدث الحين أستاذ سعود عن دور التكنولوجيا في رحلة الشركة بالنسبة لشركة عمال الاستثمارات والتمويل، كيف كانت مسيرة التكنولوجيا؟ طبعا جمانة احنا من الشركات اللي استثمرت بقوة في مجال التقنية ومجال التحول الرقمي. يمكن الشركة معروفة عند المستمع الكريم هي شركة تحت المسمى خدمة حاليا، وهي شركة مرتبطة بجزء من عملها مرتبط بتحصيل فواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت. السلطنة طبعا الشركة طبعا شغالة من 1979 في السلطنة، يعني 4 عقود تقريبا حاليا. الاستثمار في التقنية كان حاجة إلزامية بالنسبة للشركة لتوفير الخيارات للمشتركين الكرام. احنا لحد عام 2015 يمكن نقدر نقول كان تقريبا التعامل نوعا ما يدوي في تعاملنا مع المشتركين. يعني عندنا فروع، هذه الفروع تقريبا حاليا 65 فرع مغطية كل مناطق السلطنة، فكان المشترك عليه أنه يذهب إلى الفرع وينجز العملية تدفع الفواتير الخاصة به. 2016 استثمرنا في موضوع تطبيق خدمة، و2017 أيضا دشنا الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة. الآن شوفي لما نقيس على مدى هذه ال6 سنوات الماضية، لما 2015 كانت 100% معظم المعاملات فعلا يدوية، الآن الأرقام تشير إلى أن 50% من مشتركينا الآن صاروا يدفعوا إلكترونيا، إما عبر التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني أو عبر مكائن الدفع الآلية اللي أيضا استثمرنا فيها ومنتشرة في العديد من ولايات السلطنة. طبعا لا شك أن الموضوع مرتبط أيضا ب ثقافة الطرف الآخر، ثقافة الزبون نفسه، وهذا شيء نحن نحترمه وموجود في كل العالم. يعني تجدي أنه بعض الأشخاص لا زال يفضلوا مثلا طريقة تقليدية في إنجاز مدفوعاتهم، وهذا شيء أيضا جيد أنا أشوفه، يعني لأنه هذا يبقي دورة اقتصادية معينة. يعني أنت لما تستثمر في فرع معين وفي موظفين في هذاك الفرع وفي ناس تدفع في هذاك الفرع وفي معاملات تتم في ذاك الفرع، انت تتكلم عن دوره اقتصاديه متكامله ايضا، يعني حركه مستمره وحركه توظيف ايضا وحركه مثل ما يقولوا ناس تستفيد من انشاء هذاك الفرع، خاصه في بعض الولايات حتى الولايات البعيده. يعني فهذا بالنسبه لدور التكنولوجيا في رحلتنا. نعم، وبلا شك أنه يمكن هذه النسبة أستاذ سعود راح تزيد أكيد في السنوات طبعاً القادمة، وممكن حتى تكون هذه الزيادة مطردة يعني مضاعفة، ونلاحظ ارتفاع في استخدام المعاملات الإلكترونية، لأن هذه طبيعة حياتنا وهذه هي الظروف المحيطة حوالينا الحين، يعني صارت يعني تضعك أمام هذا الواقع الافتراض أنك تستخدم التكنولوجيا وتوظفها في شتى مناحي الحياة. مثل ما تعلم جمانة إذا تسمحي لي، دائما واضعين نصب عيننا 3 كلمات رئيسية في موضوع الاستثمار في التقنية في الشركة، إنه تكون الخدمة سريعة وسهلة وآمنة. هذا الشيء كله حاليا متحقق في تطبيق خدمة اللي احنا استثمرنا فيه، وفي الدفع عبر قنواتنا الإلكترونية. الآن حاليا كل شهر مثل ما ذكرت لك حوالي 50% من الزبائن صاروا يدفعوا عن طريق هذه التطبيقات الآن وهذه الوسائل الإلكترونية. احنا نتكلم عن مئات الآلاف من المعاملات اللي تنجز الآن شهريا حقيقة، كلها في نفس اللحظة بسبب الارتباط المباشر بيننا وبين البنوك وبيننا وبين شركات الكهرباء وشركات الاتصالات. فأنت تتكلمي عن يعني عن معاملة تنجز في نفس اللحظة في نفس الثانية. ممتاز. يعني جمانة الآن لو دفعت فاتورتها تنعكس مباشرة في نظام شركة الكهرباء وتنعكس مباشرة في حسابها البنكي إن انخصم المبلغ.
فهذا حقيقة يعني مؤشر طيب على اللي انت ذكرتيه انه اكيد بيشهد الامر زيادة مضطردة. نعم. لانه كل مقومات تنفيذ الخدمة بسرعة متوفرة حاليا في وسائل الدفع الآلية اللي موجودة في الشركة. هذا أيضا أستاذ سعود يعني يقودني للنقطة التالية وهي تركيز الحين القطاعات المختلفة على رؤية عمان 2040، وبلا شك أنه الرؤية يعني راح يكون لها دور كبير، وهناك أيضا أهداف للتحول الرقمي، وبلا شك أنه أيضا الشركة مساهمة في تحقيق جزء من هذه الرؤية عبر تطبيق خدمة. نعم صحيح جماعة، نحن لما ننظر إلى أهداف الرؤية يعني الأهداف الرئيسية للرؤية اللي هي تحسين تصنيف السلطنة ضمن مؤشر الابتكار العالمي إن هي تكون ضمن أفضل 20 دولة، وتحسين تصنيف السلطنة ضمن مؤشرات الحوكمة والكفاءة الحكومية، وتحسين تصنيف السلطنة ضمن مؤشر التنافسية العالمية لتكون ضمن أفضل 10 دول، بالإضافة للعديد من الأهداف الأخرى اللي مرتبطة أيضا كذلك بالأمور البيئية والحياة العامة للأفراد. فأنت يعني بالفعل تقدري تستشفي أنه موضوع التحول الرقمي هو شيء أساسي في تنفيذ أهداف الرؤية، يعني لا يمكن تحقيق هذه الأشياء بدون وجود تحول رقمي. الآن أنا متفهم طبعا لقضية أن يمكن المستمع الكريم دائما يسمع عن موضوع الرؤية وهذا شيء طيب، الآن جميع يتكلم بلغة الرؤية. صح. الحكومة تتكلم بلغة الرؤية، القطاع الخاص يتكلم بلغة الرؤية، الأفراد يتكلموا بلغة الرؤية، ويمكن أحيانا المستمع الكريم يعني بيجد كثير من المفاهيم اللي مرتبطة بالرؤية. يعني أحيانا في مسؤول بيتكلم عن القطاع اللوجستي وأيضا دوره في موضوع الرؤية، أو القطاع البيئي أو قطاع الخدمات العامة أو قطاع السياحة، لكن حتى من تصريحات المسؤولين عن الرؤية الأخيرة لو تلاحظ صار في تركيز على أولويات معينة وتم الإعلان عنها، واللي هم حاجتين رئيسيات اللي هي موضوع الاستدامة المالية وموضوع جذب الاستثمارات، وهذا اللي السلطنة طبعا الآن شغالة عليه بشكل مكثف. لما نجي على موضوع الاستدامة المالية جمال، الاستدامة المالية معناته أني أنا عندي الوسائل اللازمة أني أخفض نفقاتي وأضمن أن الإيرادات تأتي وتغطي هذه النفقات وتزيد، معنى عندي استدامة مالية للاستمرار. الآن لما نجي على موضوع تخفيض النفقات فلا شك أنه موضوع التحول الرقمي داعم رئيسي في هذا الإطار، لأنه أحد أهم أهداف التحول الرقمي هو تخفيض النفقات التشغيلية، والكل يعرف ليش، لأنه حقيقة هو يعني مثل ما أنت ذكرتي حتى في كلامك يوفر الوقت والجهد والمال وكل شيء. حتى لما نجح الموضوع جذب الاستثمارات، انت لما تتكلمي عن تحول رقمي ومدفوعات رقمية وتكون بيئة جاذبة ومهيئة لهذا الأمر، بطبيعة الحال انها هي بتضيف لجانب جذب الاستثمارات. لما نأتي إلى تطبيق خدمة وارتباطه بموضوع الرؤية، طبعا يعني وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مشكورة، هي الجهة المعنية طبعا بموضوع التحول الرقمي بشكل أو بآخر يعني، أو المشرفة عليه خلينا نقول تحت إطار الرؤية. فالحقيقة في تواصل مستمر وهذا الشيء يحسب لهم، يعني حتى مؤخرا تم التواصل معنا من قبل الوزارة على أمور استبيانات وحصر معين لموضوع كل الشركات والتطبيقات اللي هي تساهم في تعزيز المنظومة العامة بالسلطنة لموضوع المدفوعات الرقمية وموضوع التحول الرقمي. فلا شك أنه خدمة كحال غيره من التطبيقات اللي موجودة حاليا وتتعامل بشكل مباشر مع الجمهور وتوفر لهم خدمة، احنا من ضمن الـ يعني الـ الشركات الداعمة واللي لن نألو أي جهد في سبيل أنه نحن نكون مع الجميع في تعزيز منظومة الابتكار في السلطنة. عظيم. أيضا أنت ذكرت أستاذ سعود في بداية حديثك عن يعني بعض الخدمات مثل الكهرباء والمياه إلى آخره، فكيف تخدم الأفراد أو حتى الشركات في هذا القطاع، كيف تساعدوهم؟ نعم شوفي جمانة، إحنا هدفنا الرئيسي يعني أنه نوفر منصة متكاملة تخدم العملاء الكرام لما يدخلوا علينا وعلى تطبيق خدمة. نعم. بمعنى نحاول نوفر لهم أكثر من خدمة. إحنا طبعا الخدمات الرئيسية اللي حاليا موجودة، لما بتحدث عن موضوع الأفراد في البداية، نعم، عندك موضوع دفع فواتير الكهرباء لكل شركات الكهرباء مسقط ومزون ومجان والمناطق الريفية وظفار للطاقة،
وايضا موضوع الدفع الالكتروني لفواتير المياه اللي طبعا تصدر عن الهيئه العامه للمياه سابقا يعني والان طبعا مع شركه حياة. وعندك ايضا دفع الكتروني لفواتير الاتصالات وخدمه الانترنت لكل الشركات الاتصالات اللي موجوده في السلطنه. عندنا الشحن المسبق لرصيد الهاتف او للكهرباء. عندنا اخر خدمه يمكن كانت او الخدمه اللي قبل الاخيره اللي اضيفت كانت موضوع مستحقات او اشتراكات التامينات الاجتماعيه اللي بالامكان ايضا دفعها عن طريق تطبيق خدمه وسائل دفع الإلكتروني التابعة للشركة. مؤخرا أيضا أضفنا قضية تجديد الاشتراكات الرقمية مثل نتفليكس مثل أمازون مثل آي تيون. هاي خدمة أضفناها الأسبوع الماضي وموجودة حاليا على التطبيق تطبيق خدمة. والهدف الرئيسي مثل ما ذكرت لك أنه كل مرة نسعى أن نضيف خدمة معينة بحيث نسهل على المشترك الكريم أنه ما يتنقل بين عدة أماكن على أساس أنه فيما يتعلق بمدفوعات الخدمات اللي هو يستفيد منها. لما نتكلم عن شق الشركات، الشركات أيضا اللي موجود في التطبيق طبقناه على بورتل معين خلقناه للشركات أو موقع معين خلقناه للشركات. بإمكان الشركات نفس الشيء أنها توفر كثير من الجهد والوقت والمال إنه نخلق لها رقم مستخدم ورقم سري، ولما تدخل تحصل كل فواتيرها جاهزة بالرقم الإجمالي وتنجز معاملتها إلكترونيا، يعني مدفوعاتها تتم إلكترونيا عن طريق تواصل بيننا وبينهم عبر عملية تحويل بنكي أو عبر عملية بالبطاقة البنكية إذا كان هذه الشركة عندها طبعا بطاقة كريدت كارد خاصة بالشركات. فنحن كل ما يتعلق بخدماتنا للأفراد والشركات يعني استقيناها حقيقة من حاجة الأفراد. يعني دائما عندنا استبيانات وعندنا استطلاعات دائمة لحاجة الزبائن. نعم. يعني بذكر لك مثال، إلى وقت قريب كان تطبيق خدمة على سبيل المثال بإمكانك أنك أنت تدفع فواتيرك لكن تضطر أنك تدخلي رقم البطاقة البنكية كل مرة. فبناء على احتياج الزبائن تم استحداث تخزين البطاقة، وهذا طبعا موجود في الكثير من التطبيقات حاليا. يعني أنا ما أدعي أن نحن فقط اللي نعمله، لا هو الكل يعمل فيه، لكن احنا عملناه لحاجة الزبائن من فترة بعد ما وردنا العديد من الاستفسارات حوله. عندك أيضا موضوع الشركات، الشركات الآن نحن جالسين نستثمر بقوة لتعزيز تجربة دفع الشركات معنا، لأنه وردنا العديد من الاحتياجات من قبل الشركات أنه يحتاجوا قضية التحويل البنكي مثلا يكون عن طريق التطبيق نفسه ما عن طريق الذهاب إلى الفروع وخلافه. ففي بعض الاحتياجات اللي جالسين احنا نستقيها من المشتركين الكرام ونحاول نطور فيها خدماتنا. نعم، وهذا أيضا راح يقدم لكم الكثير من التسهيلات في المستقبل، أنك أنت اليوم تشوف احتياجات العميل أو الزبون وتحرص عليها، لأن في النهاية الخدمة من وإلى الزبون يعني وهو المستفيد، وراح تنعكس هذه الفائدة عليكم أيضا في الشركة أو حتى بشكل عام بلا شك. ومثل ما أنت تعلم أستاذ سعود، يعني كورونا أثر على حياتنا بشكل عام وأثر من الناحية الاقتصادية بشكل كبير. ممكن يكون هناك تأثيرات مفيدة أو تأثيرات إيجابية للجائحة، كيف تأثرتم بجائحة كورونا وكيف تعاملتم أيضا مع هذه الظروف؟ تعرف يا جمانة، إذا تتذكر السنة الماضية يمكن في شهر 5 و6 ومع منتصف شهر 4 تقريبا كان في إغلاق، في إغلاق تام لموضوع الأنشطة الاقتصادية ومن ضمنها طبعا فروع الشركة. الحقيقة الاستثمار في الجانب التقني أو يعني أتى بأكلة في هذه الفترة بالتحديد، لأنه حقيقة كان منفذ لجميع العملاء الكرام أنهم ينجزوا أعمالهم إلكترونيا. هذا شيء طبعا أنا ما أتكلم عن فائدة لشركة عمان استثمارات التمويل، لكن هو كان فائدة بشكل عام حتى للشركات اللي هي مزودة للخدمة، شركات الكهرباء، شركات الاتصالات، الناس اللي حابة تعمل ريتشارج لهواتفها أو للكهرباء. يعني وجدوا منفذ رقمي إن هم ممكن إنه يؤديوا معاملتهم هم في المنزل. هذا كله بطبيعة الحال يعني أدى لازدياد الأرقام أو ازدياد الثقة عند الناس في التعامل الرقمي بعد ما شافوا أنه طبعا الـ 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 الحاجة استدعت لهذا النوع من التعامل،
ووجدوا أيضا من تجربة أنه التجربة جيدة ناجحة سلسة مارينا توفر الوقت الجهد المال وكل شيء. فنحن فعليا من السنة الماضية تقريبا نقدر نقول الآن الأرقام اللي معنا يعني أكثر من يعني حاليا أكثر من 500,000 مستخدم لتطبيق خدمة. عندنا معدل يعني شهري تقريبا أنه عندنا حوالي من 12 إلى 13 ألف مشترك جديد شهريا يدخلوا إلى تطبيق خدمة. وتطبيق خدمة بسبب يعني اللي حصل طبعا من تبعات كورونا وخلافه ساهم في قضية تقليل خلينا نقول تقليل الآثار اللي كانت على الشركة نوعا ما بحكم الإغلاقات اللي تمت والتزامنا التام تجاه مشتركينا بخدمتهم. يعني قدرنا نوفق بين قضية الإغلاق اللي تم بالرغم من بعض الخسائر اللي تسجلت في مقابل أنه خدمتنا تستمر للناس اللي حابة أن تستفيد من خدماتنا عبر منصاتنا الإلكترونية. طبعا عبر تطبيق خدمة حاليا يعني جمانة في حوالي 24 خدمة اللي تتم عن طريق تطبيق خدمة ما بين الدفع وما بين إعادة الشحن وخلافه. وعندنا تقريبا يعني حوالي 12 شركة إحنا نخدمها يعني فيما يتعلق بالمزودين للخدمات اللي هي شركات الكهرباء وشركات الاتصالات. ومثل ما قلت لك أكثر من 500,000 مستخدم وأكثر من 12 إلى 13 ألف مستخدم جديد كل شهر. فحقيقة المنظومة نعتقد أنها ناجحة وماشية في إطارها الصحيح. ممتاز. طيب يعني 24 خدمة، هل مثلا راح يتم إضافة خدمات في المستقبل القريب أو إيش هي إيش اللي تعملوا عليه للفترة المقبلة إن شاء الله؟ طبعا إحنا جمانة في سعي حثيث دائما حتى مع العديد من الجهات الحكومية ومع العديد من مقدمي الخدمات نحاول إنه نضم أكبر عدد ممكن من الخدمات إلى منصاتنا الإلكترونية وإلى تطبيق خدمة تحديدا. عندنا تفاوض مع العديد من الجهات حاليا نتأمل إنه نصل لاتفاقات قريبة إن شاء الله لإضافة خدمات جديدة. لكن طبعا إحنا أيضا عندنا استثمار في جانب آخر بعيد عن الخدمة اللي هي قضية طرق الدفع نفسه. إحنا نحاول قدر الإمكان إنه نتواكب مع الجديد يعني والمستجدات في عالم الدفع الرقمي. الآن مثلا على سبيل المثال إحنا حصلنا على موافقة مبدئية من البنك المركزي للعمل كمزود الخدمات ولإنشاء محفظتنا الإلكترونية، محفظة خدمة الإلكترونية. طبعا نقاسين الآن نكمل بعض الإجراءات اللازمة على أساس أن نحصل على الموافقة النهائية من البنك المركزي. فائدة المحفظة الإلكترونية أنها أيضا تتيح خيار آخر للعملاء الكرام جمانة. يعني في بعضهم يمكن ما يحبذوا حتى الدفع عن طريق البطاقة، يحبوا أن يخلقوا لهم حساب معين في المحفظة ويمدوه مثلا برصيد معين أو يحطوا فيه رصيد معين ومن ثم يستخدموا هذاك الرصيد في إنجاز مدفوعاتهم حتى لو راحوا إلى بعض الأشياء البسيطة الكوفي شوبز أو المقاهي أو دفعات في بعض المحلات التجزئة. وكانت هذه الخدمة متوفرة لديهم يعني ممكن حتى يدفعوا عن طريق محفظتهم الإلكترونية. هذا واقع وراح يكون يعني حتى لو كان الآن التوجه نوعا ما لأنه في عدة محافظ حاليا موجودة في السلطنة ويمكن يكون التوجه لازال شوية بطيء بحكم الثقافة لكنه واقع وراح يحصل يعني وهذا موجود في كل العالم. يعني قضية التحول نحو الاستثمار في المحافظ الإلكترونية الجهود موجودة. نتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى أن نعزز هذه التجربة لمشتركين الكرام أكثر وأكثر بما يجعلهم أكثر راحة في إتمام مدفوعاتهم عن طريق تطبيق خدمة بإذن الله تعالى. أتمنى لكم مزيد من التقدم والرخاء. أشكرك أستاذ سعود، اطلعنا على هذه التفاصيل وتزويدنا بأيضا آخر الأخبار والمستجدات عن تطبيق خدمة وعن الخدمات أيضا اللي راح نشهدها في الأسابيع أو في الفترة القادمة. شكرا لك، وكلمة تحب تختم فيها هذا الحوار؟ شكرا جزيلا جمانة، أتمنى لكم التوفيق وشكرا على هذا البرنامج الرائع. وأختمها فقط بمقولة أنه فيما يتعلق برؤية عمان 2040 أو بقضية التحول الرقمي هي مسؤولية الجميع، ويعني ما نقدر نحكرها على جهة دون أخرى،
والحمد لله أن الجميع أصبح يتحدث بلغة موحدة نحو مزيد من الابتكار الرقمي بإذن الله. بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الفاضل سعود بن أحمد السيابي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة عمان للاستثمارات والتمويل. بالتوفيق دائما ويومك سعيد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.